هذا واحد الراجل كبير في السن، في عمره شي 95 عام. ايوا شحال هادي ما تشوف مع واحد صاحبه. ايوا من تلاقى مع داك صاحبه قال له والله يا ودي يا الحاج فين غبرتي علينا؟ ما بقى لك لا حس لا خبر. وقال له ودي غير اسكت راني كنت مشدود. وقال له ياك لاباس علاش كنتي مشدود؟ وقال له راه الخدامه تهمتني بالاغتصاب. قال له والله يا ودي الحاج اش بقى لك انت ما دير بحال هاد الفعله هادي. ايوا قال له راه مين جاو داوني اعترفت لهم بالتهمه. قال له غير من باب الافتخار وانت راك تعرف صاحبي انا راني في هاد السن هذا هاد التهمه لشرف اي واحد في هاد العمر هذا. ايوا قال له داك صاحبو وتيقك القاضي. ايوا قال له راه حكم عليا بشهر بتهمه الكاذب وتضليل العداله. هادي واحد المرا سيدي راجلها سميتو بوجمع مات. ايوا داك مرتو مشات مسكينه عندو القبر وبقات كتبكي وتتشكي عليه. وا بوجمع ولدك الصغير تقطعات له الصنداله. وا بوجمع ولدك الكبير تقطع له السروال. وا بوجمع وبنتك خصها الساك وخصها الصباط. ايوا داك راجلها بوجمع في المنام وقف عليها قال ليها وا السعوديه وراني مشيت للاخره زعما راني ماشي مشيت نتقدم الشمال. هذا واحد شحال هادي ما تلاقى مع واحد صاحبه. ايوا من تلاقى معاه قال له فين غبرتي علينا راه شحال هادي ما شناك. وقال له ودي غير اسكت راني كنت مشدود في الحبس. قال له علاك يا بس علاش تشديتي؟ قال له هادي تشديت على واحد القنبه وصافي. ايوا قال له انت قنبه غادي تشد عليها في الحبس. وقال له داك القنبه راه كانت مربوطه في واحد البقره. هذا سيدي واحد القاضي سال واحد الحشيشي متهم قال له علاش قتلتي الراجل بالسكين؟ ايوا جاوبو داك الحشيشي قال له شغنقول لك يا سعاده القاضي راه الظروف ديالي صعيبه وصعيبه بزاف ما تسمحليش نشري الفردي.